بص من زي حاجات كده هوريك بوينتس بالظبط يعني. بحر اكله حلوه بصراحه، سمك بالظبط قوي، كتاب ما كنتش فاهم فيه حاجه عشان اعمل فيها فاهم، عشان اكيد الموقف ده هحتاج ان انا اعمل فاهم. ممكن يبقى ايه، ممكن يبقى ايه تاني، حصان، انا بقولك اشياء معينه في مكان، حصان، اكله تاني برضو بس غير السمك طبعا، بس نوصل حاجات يعني حاجات لها علاقه بالرمله، بحر، جبل، انا مبسوط قوي. اخر مره احرجت حد؟ لا ما عملتش والله، لا خالص. احرج حد بقصد يعني؟ لا احرجت حد يعني، لا مش لازم بقصد. لا لو حسيت ان انا احرجت حد هرجع اقول له يعني ما لا ما عنديش. صفه نفسك تبقى عندك؟ صبر. يعني ثلاث صفات وحشين فيك تبروزيني قوي مني. اثبت فكر كتير، عصبي، مستعجل. توصف نفسك في كلمه واحده؟ هتفلسف بقى. بص طموح. اوكي عشان بس انا قلت لك هتفلسف. ماشي، ثانك يو.